هل من مؤشرات نيابية لمناقشة التدهور الأمني وتنامي حالات الاغتيال؟ تفضل مهدي. نعم عدي، يعني لا يوجد هنالك أي مناقشات داخل مجلس النواب حول الاستضافة لقادة أمنيين لوضع حد للخروقات الأمنية التي تحصل في العاصمة بغداد أو في جميع المحافظات العراقية. سلسلة الجرائم متواصل يوم بعد يوم يحصل في العاصمة بغداد، ولا يوجد هنالك أي حل أمني لحد هذه اللحظة. بين اليوم والآخر تحدث عمليات اغتيالات وعمليات تصفية للعديد من الأشخاص النخبوية أو الكثير من الأشخاص السياسية، فبالتالي هنالك تلجأ وزارة الداخلية والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث، ومن ثم تبدأ بتحقيق أمني في الحادثة. يعني قبل 3 أيام تم محاولة اغتيال لرئيس مؤسسة المدى السيد فخري كريم، ومن ثم حصلت يوم أمس في منطقة بغداد الجديدة في سوق شعبي في منطقة بغداد الجديدة، وحدث ما حدث لثلاثة مواطنين في سوق شعبي. هنالك روايات تداولت حول هذه القضية، هنالك من يتحدث أنه بسبب ثار عشائري. واليوم أيضا يا عدي في سوق مريدي في العاصمة بغداد أيضا تحصل مشاجرة في السلاح بين شخصين والأسباب مجهولة، فبالتالي عملية انحلال أمني في العاصمة بغداد. وزارة الداخلية تبدأ وتصل لمكان الحادث عندما تنتهي وعندما تكون هنالك ضحايا بسبب مهدي بما أنه أنت أشرت إلى جهد وزارة الداخلية وإلى الروايات تحديدا، يعني هناك بعض الأنباء تشير إلى تورط ضباط في بعض عمليات القتل التي حدثت تحديدا في بغداد أو ما حدث في بغداد الجديدة على سبيل المثال. ما هي المعلومات المتوفرة لديك إذا كنت تمتلك معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم عدي، لا يوجد هنالك أي بيان رسمي، هنالك معلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي أن المتورطين في حادثة بغداد الجديدة هم ضباط، وهنالك من يتحدث أن هؤلاء الضباط لديهم خلاف عشائري مع الأشخاص التي تم قتلهم من قبل الجنات، فبالتالي لا يوجد هنالك أي بيان رسمي إن كنا نقصد الضباط الذين ينتمون إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لتحديد هويتهم ولتحديد أسباب القتل، فبالتالي تبقى الأسباب مجهولة. ولكن بالمجمل هنالك خوف من أن تتصاعد وتيرة الجرائم في العاصمة بغداد، يعني سلسلة الجرائم يا عدي يوميا تحصل في بغداد، خاصة في الثلاثة أيام الأخيرة يوم بعد يوم تكون هنالك محاولة اغتيال بدءا من يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، تكون هنالك محاولة اغتيال. آخر محاولة اغتيال حصلت في العاصمة بغداد هي قبل ساعتين في سوق مريدي، أدى إلى مقتل شخص وسط يعني في وضح النهار وأمام العلن، فبالتالي هذا ينذر بأن وتيرة الاغتيالات وسلسلة الجرائم ربما قد تعود في العاصمة بغداد نتيجة الانفلات الأمني. طيب، قبل أيام وجه رئيس الحكومة بزيادة الجهد الأمني للحفاظ على الاستقرار. نحن نتابع عمليات اغتيال يعني عديدة، ربما حالات تخطت 55 حالة. هل من إجراءات أمنية شهدتها العاصمة بغداد على الأرض الواقع، يعني ربما قد يلاحظها المواطن يعني بالعين المجردة يعني بشكل واضح؟ يعني لم نرى في العاصمة بغداد أي تعزيزات أمنية في المناطق الشعبية التي تحصل بها عمليات اغتيالات كمدينة الصدر أو في بغداد الجديدة أو المناطق التي تكثر بها عمليات الجرائم، لم نرى ولا يوجد هنالك أي بيان أو خطة من قبل الجهة أو القوات الماسكة للأرض بأنها تم تعزيز هذه القوة حتى يعني يتسنى لها فرض الأمن. لحد هذه اللحظة لا يوجد هنالك تعزيزات، ولم نعلم إن كانت وزارة الداخلية أو قوات أخرى فرضت سيطرتها على تلك المناطق. وتيرة الجرائم تحدث بين يوم وآخر، كان قبل ساعتين مؤتمرا صحفيا في محافظة كربلاء يبين أن وزارة الداخلية تباشر في عملها وتكون هنالك تعزيزات أمنية لتلك المنطقة، ولكن على أي حال سلسلة الجرائم مستمرة في العاصمة بغداد كما ذكرت لك يا عدي، وكان آخرها هو في منطقة بغداد الجديدة في سوق مريدي بين شخصين أدى إلى مقتل الشخص الآخر، فبالتالي لا يوجد هنالك أي فرض من قبل القوات الأمنية على تلك المناطق.